ارتبطت عندنا فكرة ان السعادة ليها علاقة بالشوكولات او السعادة ليها علاقة بالخروجات، علشان تلقائي لما بنيجي مثلا زعلانين من حاجة او مكتئبين تلاقي مثلا صاحبك او صاحبتك تقولك طب انا استني هنخرج مع بعضينا، استني هجيب لك شوكولات، استني كده. فارتبطت عندنا الحكاية دي، واللي اكتشفته ان الشوكولات او الخروجات ملاش اي علاقة اصلا بالسعادة خالص. قبل اي حاجة بس كده احنا محتاجين بس نعرف ايه هي معنى السعادة وايه هو اللي بيخلينا اصلا سعداء. مصطلح السعادة ببساطة هو الشعور اللي بتحس لما بتكون مبسوط، انما بتكون مبسوط بجد، مش عشان كلت شوكولت او خرجت، انما بتكون مبسوط بجد اللي انت حققت حاجة، او مبسوط بجد اللي انت في حاجة حصلت في حياتك فبتحقق لك معادلة السعادة او الفرح ده. بعد ما عرفنا دلوقتي معنى السعادة اصلا والمصطلح بتاع السعادة، محتاجين بقى نعرف دلوقتي ايه هي الحاجات اللي بتخلينا فعلا سعداء وفرحانين. واول حاجة وهي اهم حاجة وهي الانترست، الاهتمام. لما بيجي حد بيهتم بينا مرة واحدة كده بنحس بالرضا الذاتي او بالسعادة، بنحس فعلا بذاتنا. واللي بيخلينا احنا اصلا كبشر سعداء بفكرة الاهتمام اصلا، وهي ان الانسان او البشر شخصية اجتماعية اصلا بالفطرة، فبتبقى دايما محتاجة الاهتمام، عشان كده هو ده اللي بيكون لنا السعادة. تاني حاجة بتكون لنا السعادة والفرح هي الاطمئنان. فكرة ان الواحد يبقى مطمن كده مثلا في بيته او مع زوجه او مع زوجته او اي حاجة، دي لوحدها بتحسسنا بالسعادة، بتحسسنا ان احنا مطمنين، بتحسسنا ان احنا في امان، فبيكون عندنا سعادة. تالت حاجة والمهمة بقى اللوف يا معلم، الحب. واكيد مش محتاج اشرح الحب بيعمل ايه في الناس، الحب فعلا بيكون لنا فعلا سعادة. فكرة ان الشخص اللي بحبه جنبي، اذا كان الاب او الام او الزوج او الزوجة، ده بيحسسنا بالرضا وبيحسسنا بالسعادة. رابع حاجة بتحسسنا بالسعادة فعلا وهي الفخر، فكرة ان انت بتعمل حاجة مفتخر بيها وانت مفتخر بنفسك، دي فعلا بتحسسك بالسعادة، وانت تقولي ان انت مبسوطة عشان صاحبتك جابتلك شوكليت يا ستي. وخامس حاجة واخر حاجة فعلا بتحسسنا بالسعادة وهي الالهام او الوحي، فكرة الالهام او الوحي هي الرضا الرباني. لما بتيجي مثلا تكون قريب من ربنا قوي، او مثلا بتقرا مثلا قران، او بتعمل اي حاجه لربنا، فربنا بينزل لك سكينه على قلبك بيحسسك ان انت مبسوط وراضي باللي انت عايش فيه او راضي بالحاله اللي انت فيها. وطبعا في حاجات كتيره جدا بتحسسك بالسعاده زي الامل، الاهتمام، الحمد، كل ده بيحسسك بالسعاده. طب احنا دلوقتي عرفنا الحاجات اللي بتسبب لنا فعلا سعاده، محتاجين بقى نعرف ايه الحاجات اللي بتضيع علينا فتره السعاده دي، او ايه الحاجات اللي بتخلينا فعلا بالسعداء. واكيد اول حاجة بتحسسك بعدم السعادة وهي الغضب، ودي مش محتاجين نتكلم عليها اصلا. تاني حاجة وهي مهمة جدا وهي الندم، لما تيجي تعمل ذنب او معصية وتبقى ندمان عليه بتبقى فعلا بالسعيد، لما يجي يحصل موقف وفعلا تبقى ندمان عليه مش بتبقى مبسوط. وتالت حاجة وهي اللي بتسيب الشباب دول هي الوحدة، شايفك يا بائس يا سنجل الكلام ليك. الوحدة بتحسسنا بعدم السعادة، ودي عكس فكرة الاهتمام اللي بتحسسنا بسعادة. رابع حاجة وهي الملل، دايما بترتبط فكرة الملل بالخنقة بعدم السعادة، اللي ملان بيحس اللي هو مخنوق، والمخنوق يعني بالسعيد، عشان كده اللي ما عندوش باشون في حياته، اللي ما عندوش حاجة نفسه يحققها، دايما بيبقى حزين، دايما بيبقى بالسعيد، دايما بيبقى ملان، دايما بيبقى مخنوق. وفي طبعا حاجات كتير جدا بتسبب لنا عدم سعادة، زي اننا مثلا نفتكر حاجة حصلت زمان، او اللي احنا مثلا نخاف من اتخاذ قرار معين، او الضغط العصبي، او الاحباط، كل ده بيخلينا بالسعداء. يبقى انا كده قلت في الفيديو ده الحاجات الاساسية اللي بتخلينا فعلا سعداء والحاجات فعلا اللي بتخلينا بالسعداء، وحاولنا نغير الفكرة الغلط اللي عند الناس ان السعادة مرتبطة بالشوكولات او السعادة مرتبطة مثلا بالخروجات. وحابب طبعا اوجه رسالة للناس اللي بتتفرج على الفيديو ده، طول ما انت بعيد عن ربنا والكتاب بتاع ربنا، كل الكلام اللي احنا قلناه ده ملوش اي تلاتة لازمة عندك. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك للفيديو ده، وطبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب، ولو ما عجبكش الفيديو ما تعملش اي حاجة من دي خالص، ودوس كوتش.